بلشت بالغنية الروحية سنة 83. ضيفة سوبروفيل 17:15 المساء على الـ OTV. رجعنا لكم مباشرة على الهواء، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. طبعا نشاطات عديدة رح نحكي عنها ضمن هالفقرة الصباحية، ولقاءات عديدة ومتعددة لتمام الساعة 11:30 بتوقيت بيروت. بسرني رحب بالسيد أيمن سابق، المدير التنفيذي لشركة ديزرت ماستر بيس، أهلا وسهلا فيك. عبد الكريم كريدية، رئيس ومؤسس نادي لايونز بيروت، أهلا وسهلا فيكم. اليوم نحن بدنا نحكي عن حدث كتير مهم، وأهم شيء بالحدث إنه ضيفنا الأول مصري. إزيك؟ تمام، ازاي صحتك؟ كله تمام، وانا بشكرك بدايه، بشكر اداره الاو تي في، وبصبح على كل جمهور الاو تي في اللي بيشوفنا دلوقتي. وانا سعيد جدا اني مش المره الاولى طبعا اللي هكون موجود فيها في لبنان، بس المره دي يمكن جايبين هديه معانا واحنا جايين، وحدث جديد، وان شاء الله كل لبنان تنبسط معانا. اكيد حضرتكم عم بتنظموا حدث كتير مهم، وهالحدث هيك في روح الثوره المصريه، رح تحكوا عن هالثوره ضمن هالحدث. والحلو كمان رح يتكرم فنان محبوب من قبل اللبنانيه ومن قبل العالم العربي بشكل عام. مزبوط. الفنان محمود حميده. مشو سابق، خبرنا شوي عن هالحدث وليتا بلبنان وليه بهالتوقيت بالذات. يبقى هنرجع شوية لورا، هقول لك تفاصيل الأحداث. ديزرت ماستر بيس شركة بدأت بالإنتاج الفني والثقافي من حوالي 5 سنوات بمنطقة الخليج، توسعت لمصر والولايات المتحدة وتونس، واخترنا لبنان لتكون الامتداد الجديد لديزرت ماستر بيس. فتحنا فرع الشركة والمكتب الشركة والمكتب التنفيذي من حوالي 6 شهور، وكان الحدث اختيارنا تعرفي من 6 شهور كانت لسه الثورة بدأت تقطف أول ثمرها زي ما بيقولوا. فكان في فيلم من أفلام الدراما الوثائقية بدأ يطلع على الساحة، ما كانش له عرض عام بعد، بياخد جولات دولية في العديد من المهرجانات الدولية وعديد من عواصم العالم، أوروبا وأمريكا، روسيا، كتير أماكن، اتكرم بمهرجان دبي، والبريمير للبنان اختارته ديزرت ماستر بيس أنه يكون معانا يوم 31 الشهر مارس في قصر اليونسكو. هنحكي اكتر طبعا لما حضرتك هتتفضلي وتسالينا، بس بالنسبه لتكريم الاستاذ محمود حميده طبعا ده عن مجمل الاعمال وعن دعمه للمواهب الشابه، ودي حاجه يمكن مش كل الناس كانت تعرف عنه. مزبوط. مش كريدي، يعني قد ايه انتم فعلا مهتمين بهالحدث كحدث قائم بذاته بالدرجه الاولى، وقد ايه انتم داعمين لهيك انواع من الـ يعني اذا بدك مستوى ثقافي وفني ودرامي، يعني عم بيقدموا حضرتهم حدث كتير مهم على المستوى العربي واللبناني، كيف بتشوفوه؟ كيف تنظروا له؟ كيف فيكم تساعدوا؟ الجمعية أندية اللاينز كتير قريبة للثقافة، بتدعم الثقافة، شعار اللاينز هي وي سيرف، فكتير حبينا نكون المؤسسة اللي بلبنان تساعد ماستر بيس برودكشن لتدعم هالفيلم، خصوصا انه حتكون ابون بريمير بلبنان وحتبرم بكل العالم، حتبرم بكان كمان. مزبوط. بفستيفال بكان. فشرف لنا كأندية اللاينز ندعم كل شيء العالم الفني والثقافة والسينما، وبدنا نجرب نهين كمان الطريق لماستر بيس، لأنه بتعرف هن ساكنين بدبي، يعني تيجوا على لبنان في عنا الريزو اللي بيساعد تنشر هذا الإيفنت لأكثر جمهور، يعني نعم. عبر العلاقات اللي عنا إياهم. مش السابق، يعني فكرة حلوة وحدث مهم، والفنان محمود حميدة بغنى عن التعريف، قد ايه أخذت منكم وقت تحضير لهيك نوع من الإيفنت، وقد ايه عن جد أنتم حاملينه أهمية؟ أو بالنسبة للأهمية، هو طويل طويل الرحلة كانت للاختيار البلد واختيار التجهيزات، وبداية الاتصالات بدأنا بالاتصالات بأستاذ عبد الكريم وأندية اللاينز وبعض الجمعيات الأهلية والمؤسسات بلبنان، من حوالي بدأنا نحضر الموضوع من حوالي 4 أشهر، استعدينا، اتصلنا باليونسكو. اليونسكو بصراحة أنا حابب أشكرهم جدا لترحيبهم بالحدث ودعمهم للإيفنت.
بعدين بعد ما قررنا ان احنا نعمل البريمير للفيلم بلبنان نعم. وقع الاختيار على 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 فيلم الناس دول، ويا ريت تديني الفرصه اني اقول لك شويه عن عن قصه فيلم الناس دول وعن فكره ليه تسمى الفيلم الناس دول وليه احنا اخترناه. مظبوط. الفيلم هو دراما وثائقية، يعني مش زي ما المشاهد العادي متعود انه يشوف فيلم وثائقي ناس بتحكي قصص او بيحكي عن فويس في فويس اوفر وتعليق صوتي وبس. الفيلم بيحكي قصة حقيقية حدثت بالفعل لشخص كان عايش بالامارات وكان بيشوف الثورة عن طريق التلفزيون زيه زي مئات وملايين من حتى من المصريين المغتربين. نعم. وقرر انه ينزل ميدان التحرير، وصدفة انه ينزل ميدان التحرير يوم معركة الجمل. فبيعثر هذا الشخص على دايري اجندة مذكرات لاحد الشهداء المفقودين بميدان التحرير. بياخد الاجندة، وهي قصة حقيقية مش قصة مفتعلة للفيلم. لما بيبدأ يقرأ الفيلم بيبدأ يقرأ عفوا المذكرات، بيلاقي انه الشخص بيشير للمتظاهرين باسم الناس دول، الناس دول نزلوا، الناس دول قابلتهم وطلعت معاهم. فبيبدأ رحلته مع الناس دول اللي هم مصابين الثورة. في الرحلة دي احنا بنشوف شهادة كل شخص من مصابين ثورة 25 يناير حقيقة طول ال 18 يوم، وهي هنا الوثائقية بالموضوع. نعم، بس التمثيل مش سابق هو بيبقى تمثيل، يعني قد ما نحن نحاول نعطي واقعية بالنتيجة نحن عم نمثل، قد ايه ركزتوا على هالأمر بالتحديد انه تنقلوا صورة واقعية 100% وحتى المشاهد ما يحس انه هيدا شيء عم بيتمثل قدامه؟ اسمحي لي افاجئك انه التمثيل بالفيلم بفيلم مدته 80 دقيقة لا يتعدى ال 15 دقيقة، الفيلم كله متصور فعليا طول ال 18 يوم في الثورة. وكله كوبي رايت للشركة المنتجة والمخرج الفيلم محمد هشام. هو من هنا جه تكريم الفيلم. ومن هون أهميته. مظبوط. إنه عم بينقل صورة واقعية. مزبوط. مش تمثيل أو مزبوط. تركيب. مش كرادية، يعني قد ايه فعلا أجواء هالمهرجان هيك فايتين فيها وضامنين إنه رح تعطي ثمارة يلي عم بيشتغلوا لها الشباب، وخاصة مثل ما حكينا مسيو سابق؟ يعني نحن بالنادي صرنا تقريبا كمان 4 أشهر عم نشتغل مع مسيو أيمن. كل الشباب تشجعوا كتير لأنه كان الموضوع شوي نحن بالأندية اللاينز ممنوع نعمل ولا سياسة ولا مزبوط دي. يعني أنا هلأ متفاجئ لأن أنتم ما بتدخلوا أبدا بشيء اسمه سياسة. اكزاكتلي. فهيدا الأسبكت تاع الفيلم منه سياسي. يعني نحن أخذناها بصورة ثقافية أو إنسانية إذا بدك أكثر ثقافية. يعني هيدا يعني اليوم نوع من جديد من السينما لايف. سو كنا كتير منتبهين انه ما نفوت بالسياسة، نضلنا بالشي ثقافة كولتورال. وكنادي إرماس نادي جديد حبينا ناخد تام انه كل سنة ندعم شي بالسينما عربي ويكون اوريجينال، يعني مش مميز، مش شي كلاسيك. نعم. فحبينا انه اول ايفنت يكون هالفيلم. ولعبنا شوي بالنار. بس ضلينا بجهة ثقافية. لا وفعلا كمان يؤخذ انه جهة انه عمل ثقافي انساني، يعني اذا بدك تزيح شوي سياسي على ميل هو ثقافي وانساني بالدرجة الاولى، وعم بيحكي عن عذاب وعن شعب عم بيحارب عم بيقاتل ليوصل الى اهدافه. مسيو سابق، الفنان محمود حميدة اللي كلنا بنحبه وما بدي اخفي عليك انه في كتار من الصبايا اللبنانيين مغرومين فيه، قد ايه في سهولة بالتعامل معه؟ قد ايه عن جد شاف هالعمل انه عمل قائم بذاته ورح يعطي ثماره يلي انتوا عم تشتغلوا له؟ في الحقيقه موافقه الفنان محمود حميده على الحضور وتشرفنا بالحدث وبالمهرجان اذا حبينا نسميه كانت اسرع مما نتخيل. بمجرد وصول الدعوه لي طلب يحضر نسخه من الفيلم او برومو الفيلم تريلر الفيلم، شافه قال امتى هتعملوا الايفنت؟ قلنا له 31 مارس باليونسكو. قال انا جاي معاكم. حلو. كانت فوراً. الموافقه فوريه، كانت ما اخذ وقته ليفكر، لانه هو فنان، واللي ما يعرفوش ناس كتير عنه انه هو كمان منتج وعنده شركه انتاج، فبيحس انه المجهود اللي انبذل في الفيلم. فريق عمل الفيلم عدده صغير جدا،
مكون من ثلاث أشخاص، هو منتج ومخرج وممثل الفيلم الرئيسي هو المخرج محمد هشام، ليديا جابرييل هي البروديوسر للفيلم، وأماني التونسي هي الإكزيكتيف بروديوسر للفيلم. الكرو ده عمل فيلم مدته 80 دقيقة أنا براهن عليه إنه يوثق تاريخ الثورة المصرية فيما بعد. فده كان كافي لان الاستاذ محمود يكون معانا، وانا بدعو كل صبايا لبنان انه ب 30 الشهر يكونوا معانا، ب 31 عفوا الشهر. طبعا الدعوه عامه للجميع، واحنا بيشرفنا الساعه 6:30 بقصر اليونسكو يوم 31 السبت، يشرفنا كل الحاضرين والمشاهدين. نعم، بشكل دي في جوله حول العالم، يعني منه رح يطير هالفيلم ويحط فقط بلبنان، ولكن هناك جوله حول العالم كمان، انتم داعمين هالجوله؟ نحن داعمينها بلبنان. بيكفي هالقد. نادى ارماس كثير بتسافر، يعني السنه الجايه عم نحضر بركي عكان نكون موجودين. بس بعتقد انه بكفي اذا بنعمل دورنا بلبنان بطريقه جيده، بتكون منيح لمستوى نادي يعني. وكمان بدنا نكرم استاذ محمود الجمعه كنادى ارماس، لانه تاريخه بالسينما بالبرودكشن كتير كبير، فهيك كمان بنعرف عليه أكتر بلبنان، مش بس كممثل يعني، ككمان زلمة بالإخراج، كمان كمنتج طيب تفضل. الجمعة بده يكون عنده تكريم من قبل الأندية اللاينز، وكمان نحن عم نشتغل مع آي سيرف، مع ياف يوس إيكونوميك فورم عم بيساعدونا، ففي كتير هيك جمعيات شباب كتير عم بيساعدونا بهالإيفنت، نشكرهم. نعم، مشي سابق قد ايه في مغامرة بكل شيء عم تعملوا الحديث هلا؟ هو في الأول كان في شوية مغامرة وقلق، بس خليني أكمل لك. هو لو الحدث اليوم والمهرجان وعرض الفيلم هيكون بداية ماستر بيس أو ديزرت ماستر بيس، مش هتكون النهاية. ديزرت ماستر بيس إن شاء الله هتكون معاكي في لقاء دائم وقريب دايما بإيفنتات جديدة وفعاليات جديدة. إحنا بنخطط ومعانا اللاينز ومعانا الجمعيات ومعانا كل العالم، إنه نعمل دايما على نفس المستوى نكمل. هي دي كانت البداية، وإن شاء الله اخترنا إنه نبدأ كبار عشان نكمل على نفس المستوى. وأنا كمان كنت حابب أضيف إنه في ضيف كمان جاي يحضر الفيلم، لما عرف بيوم العرض، هو الفنان المصري وسفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة خالد أبو النجا، هيكون كمان حاضر الفيلم، وعدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية والمسؤولين اللبنانيين، وده يعني مشرفنا. أكيد نحن بنتمنى لكم كل الخير يا رب، إن شاء الله دايما إلى الأمام، وإن شاء الله جولتكم العالمية تثمر وهيك تلبسوا لمس اليد قد في تفاعل مع هالفيلم يلي هو حدث قائم بذاته. شكرا لوجودكم معنا السيد أيمن سابق المدير التنفيذي لشركة ديزرت ماستر بيس، أهلا وسهلا فيك. ومسيو عبد الكريم كريدي رئيس مؤسس نادي لاينز بيروت، أهلا وسهلا فيك. نحن بيشرفنا وجودكم. هلا بدنا ننتقل لناخذ محطة لحنية إذا بدكم، بنرجع بنتابع.